حسام دياب مصور صحفي. انا اولا يعني مبسوط ان انا موجود في المعرض هنا في الشارقة، وانا شايف انه شيء جميل ومبهر بجد. اول مره صور ليا تتحط جنب صور والدي في نفس المعرض، احساس طبعا يعني مش عارف اوصفه، لانه من وانا صغير، من وانا عندي 4 سنين اول مره مسكت كاميرا في ايدي، وبابا الله يرحمه هو اللي جابها لي، وانا صوري كانت بالنسبه لي هي صور بسجل بيها حاله، لكن ما تخيلتش في وقت من الاوقات ان انا ممكن احترف، مش بس احترف، انا كمان يتحط صور ليا جنب صورة استاذي وبابا، واحد من كبار المصورين الصحفيين في مصر. والدي الاستاذ حسن دياب كان مصور خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فرفضه من بداية 52 حتى وفاته في 70. حياة ممتدة لمدة 18 سنة مليئة بالصور والمواقف والرحلات والحكايات. أقدر أتكلم بقى عن التصوير عموما. الفرق ما بين المصور العادي والمصور الصحفي هو أن المصور العادي بيصور أسماء، إنما المصور الصحفي بيصور أفعال، بيصور الفعل. لازم نصور الصورة يبقى فيها فعل. ده ما يمنعش طبعا أن المصور الصحفي يصور أسماء، بس لازم تكون فيها حكاية. فالصورة الصحفية هي لازم تبقى فيها حكي، فيها سرد. السرد في الصورة الصحفية هو الموضوع. في صورة لتوفيق الحكيم أنا عارضها في المعرض. صورة توفيق الحكيم دي صورة حكاية بالنسبة لي، لأنه توفيق الحكيم قبل ما يموت بثمان شهور دخل المستشفى، وكان مكتئب علشان وفاة ابنه، وأنا كنت بزوره باستمرار، وصورت الصورة دي وهو في المستشفى. ويعني احتراما يعني لتوفيق الحكيم وقتها، أنا ما حبيتش أنشرها، فدي تاني مرة تعرض للجمهور في معرض. عرضتها من سنتين في معرض في القاهرة، ودي تاني مرة تعرض للجمهور.